يقول فضيلة الشيخ أنا لا أستطيع أقوم آخر الليل ولا أقوم إلا بعد أذان الفجر فإذا أردت النوم صليت ما كتب الله لي ثم أوترت، هل يحصل لي بذلك قيام الليل؟ إن شاء الله قيام الليل يحصل لك من أوله أو من وسطه أو من آخره، وإذا كنت لا تثق من قيامك في آخر الليل صلي ما تيسر قبل النوم تختمه بالوتر، ثم إن تيسر لك تقوم آخر الليل تصلي ما تيسر وتكتفي بالوتر الأول ويكون زيادة خير. نعم.